أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، وأن من جاء بغير التوحيد فإنه لا يقبل عند الله جل وعلا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويدل على هذا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك وهو المناقض للتوحيد بصرف شيء من العبادات لغير الله يحبط الأعمال ويجعل عمل الإنسان غير مقبول عند الله جل وعلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد جاءت النصوص بالعيب على أولئك الذين يصرفون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى ببيان فساد طريقتهم ومناقضتها للتوحيد، وبيان أن طريقتهم غير مقبولة عند الله جل وعلا. وقد وجه الله عز وجل النداء للناس أجمعين بأن يفردوا رب العزة والجلال بالعبادة، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم استدل بعد ذلك بعدد من الآيات الكونية والنعم الإلهية التي أنعم بها على العباد، ليكون ذلك منطلقا لهم إلى إفراد الله بعبوديته. وهكذا قال في الآية الأخرى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أتى بالآيات الكونية ليستدل بها على وجوب إفراد الله، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم ذكر أن بعض الناس يشرك، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكر بسوء مصيرهم وسوء عاقبتهم في الآخرة، حيث يتبرأ بعضهم من بعضهم الآخر ويكون مصير الجميع نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها.